ميزانية جماعة الدار البيضاء التي عرضت اليوم على المجلس من أجل إعادة النظر فيها قراءة ثانية بعد الملاحظات التي وضعها السيد الوالي والي الدار البيضاء على هذه الميزانية، واللي ضمنت واحد مجموعة ديال البنود. فبالنسبة لنا احنا في الدورة السابقة، الدورة اللي كانت نهار 19 اكتوبر، قلنا لهم واحد ثلاثة الملاحظات كلها جات عند السيد الوالي دابا اليوم في الملاحظات ديالو، منها انهم ما راعوش الدورية ديال الوزارة الداخلية، ومنها انهم الصدقية، ومنها انهم ما ضمنوش بعض النفقات الإجبارية اللي هي نفقات إجبارية ضرورية. فهاد ثلاثة الملاحظات جات جزء، هي جزء من هذاك الشيء اللي لاحظ عليهم السيد الوالي، الى جانب اشياء اخرى اللي تلاحظت. طبعا بالنسبه للضريبه على القيمه المضافه، دارت عليها واحد الهيلره كبيره بزاف وواحد كذا. كم تشكل الضريبه على القيمه المضافه في هذه الميزانيه؟ ما كتشكلش حتى 10%، يعني كاينه تقريبا 35 مليار، يعني من 350 مليار، يعني واحد النوع من 10%. فالمهم انه بالنسبه لهذا الموضوع ديال العشور ما خصوش يتصب عليه الاهتمام بهذا الشكل. ثم الملاحظات الاخرى اللي لاحظ السيد الوالي، منها المشكل ديال بعض النفقات اللي صرف اللي برمجتها المقاطعات في السي دي دي ديالها حساب النفقات ديالها، وجينا اليوم باش يعني تقال لهم من عند السيد الوالي بان هذا الشيء ما كيدخلش في اختصاصات ديال المقاطعات، ما خصهمش يكونوا في السي دي دي ديال المقاطعات او حساب النفقات ديال المقاطعات، خصها تكون في مجلس المدينه هو اللي عنده الحق يبرمج هذوك النفقات، ولهذا وجوه الصرف. احنا كنقولوا لهم دابا، ها هو دابا اليوم صادقنا اليوم كمجلس، واش يعني بالنسبه اش غيديروا الرؤساء اللي عندهم ميزانيه مصادق عليها من قبل اخذت جميع المراحل ديال المصادقه، والرئيس ما غيصرفش دابا هذاك البند، كيفاش ما غيصرفوش؟ شكون اللي غيمنعو وهو عنده ميزانيه مصادقه عليها؟ وكيفاش غادي يكون الوضعيه ديال السيد الوالي في هذه الحاله؟ يعني كيفاش غادي يكون الموقف ديالو؟ اليوم رفضنا، اليوم استصحبنا نفس التصويت اللي هو الامتناع، لحقاش تبين لنا بان يعني واحد مجموعه ديال الامور. اولا بعدا مين غيجيبوا هاد 120 مليون ديال الدرهم اللي تحيدت في الميزانيه فيما يخص الضريبه على الامور؟ مشاو كيقولوا بانه غيجيبوها من الضريبه على الاراضي غير المبنيه، غيجيبوا لها منها واحد 25 مليون، وهما كيقولوا لنا في التصريح ديالهم بان هاد الاراضي في تناقص. علاش كيفاش هي في تناقص وانتم برمجتوا لها ثاني 25 مليون ديال الدرهم الاخرى، كتقولوا بانكم تدخلوها منها وهي في تناقص؟ واش هي في تزايد ولا في تناقص؟ فاذا بغاو غير يديروا واحد ليكيليبر كونطابل، بغاو يديروا اكريتور كونطابل بان الميزانيه راه اكيليبري، اما في الحقيقه هذيك 120 مليون ديال الدرهم راه ما كاينش من يجيبوها، ما كاينش منطقيا. فكيفاش انت كتقول هاد الاراضي غير مبنيه كتناقص وانت زدتيها 25 مليون اخرى غدخل ليا داكشي اللي غدخل وعاود تدخل ليا فوق من هادشي 25 مليون اخرى؟ فيعني كاين هاد الاشكال. ثم ان هاد الضريبه على الاراضي غير مبنيه، الا كنتي كتقول غدخل لك 25 مليون ديال الدرهم، علاش ما جيتيش من الاول بعد درتي الاستيماسيون الاولى ديالك دير، علاش نقصتي هاد 25 مليون ديال الدرهم في الاول؟ اذا كاين هذا الاشكال ديال الارتباك اللي كيمر منه المجلس ديال المسير ديال جماعه الدار البيضاء. احنا كنقولوا لهم بان كل شيء هذا الشيء يقدر يتقال في اطار التدبير، ولكن الكلام اللي تقال في اللجنه في النقاش السياسي، يعني جاونا ناس كيتكلموا على مواقف يعني ديال الدفاع على التدبير الحر والدفاع على صلاحيات المنتخب. بعد جو اليوم الجلسة العامة كيتكلموا أخلاقيا، ما خصني نتكلم في اللجنة بواحد النفس سياسي معين ديال الرفض ديال داكشي السيد الوالي وديال الاحتجاج عليه وكذا وكذا. من ناحية أخلاقية سياسية ما خصوش هو اللي يدير كلمة الأغلبية، ما خصوش يكون ثاني هو اللي دار كلمة الأغلبية، يعني يعطي الكلمة الأغلبية يدير شي واحد آخر اللي ما قالش هذاك، اللي ما دارش هذاك الموقف في اللجنة. فكيفاش في اللجنة يكون الإنسان كيحتج بواحد الشكل اللي هو نضالي كذا الى اخره، وبعد تجي ثاني اللجنه هنا كاين ازدواجيه في الخطاب في بعض المسؤولين، كاين اضطراب وكاين واحد النوع من عدم استقرار في المواقف. فكيفاش انت هنا مناضل وهنايا وليتي رسمي وليتي كذا؟ يعني كاين واحد النوع من الحاله الاخلاقيه السياسيه تعطى الكلمه الاغلبيه لشي واحد اخر يلقيها، ماشي نفس الشخص اللي درت الموقف في اللجنه.